نجمي سوزان نجم الدين، اهلا وسهلا فيك يا عبر الجديد، واهلا وسهلا فيك بلبنان. يعني صار لنا فتره متنقله من بين دبي والقاهره، لالتقينا فيك اليوم بكواليس فوتوشوت جديده عم تحضريها. خبرينا شوي عن الاجواء، عن اجواء التصوير. ليه اخترتي تحديدا هالوقت لتصوري فيها بلبنان؟ اول شيء ثانك يو علي، اشتقت لك، وثانك يو لك وللجديد. واثنين اخترت هلا لانه عيد الحب بعد يومين، بعد كم يوم، فحبيت انه اعمل هيدا الفوتوشوت لحتى نطلع بلوكات جديده. وثانك يو لك انه يعني ساعدتني كثير وحضرت كل شيء، وتعاوننا مع شباب جدد يعني لاول مره بتعامل معهم، بس مبسوطه بالنتائج لحد هلا، اللي هن محمد حرب كميك اب وشرب الفرفور شعر وكفاح بلاني كمصور. بتمنى النتائج تكون حلوه ومختلفه عن كل مره. لا شك انه انت عم تلعبي دور كبير بالجمال، يعني مؤخرا استلمتي جائزه على افضل ابتسامه وتعرضتي لموجه من الانتقادات على السوشيال ميديا كالعاده. كل شيء بتعمله سوزان بتتعرض لانتقادات، ليه بدك تتكرمي على افضل ابتسامه؟ لنبلش من هالنقطه. بدك تسألهم لألون، هن أكبر معرض في العالم، أخذوا نمبر 1 في العالم كأطباء أسنان، وحب يكون عندهم النجم تبعهم اللي شافوا أنه هو مؤثر وأجمل ابتسامة ابتسامته. فتانكيو لألون أنه اختاروني لهيدا الشيء، لأنه أنا عملي أسناني عند حدا منهم. تانكيو لألون، وإذا هذا الشيء أثار ضجي بالسوشيال ميديا مثل ما قلت أنت من شوي، أي شيء بتعمله سوزان بيصير ضجي، وهذا شيء حلو مش غلط. بس ليه بده يتم، لنبلش من النقطة نرجع لها، أنه كأفضل ابتسامة؟ يعني نجمة عندها أعمال درامية عدة، يعني بيقولوا العالم حسب ما البعض قال أنه سوزان بطل عندها أعمال، صاروا عم بيكرموها على إطلالاتها وعلى أفضل ابتسامة. لسه مخلصة 3 أعمال برمضان الماضي، بطولة مطلقة بابن أصول، وضيفة شرف كتير مهمة بفيلم سينمائي كتير مهم اسمه حملة فرعون، وضيفة شرف بمسلسل كتير مهم اسمه كلبش. فأكيد عندي أعمال، وأكيد مني بحاجة لأنه أقبل أي شيء، ولكن هدول أطباء الأسنان هن اللي لهم علاقة بالابتسامة، هن اللي صنعوا لي ابتسامتي. شو بتقولي لك اللي انتقدوا؟ بلون thank you، بس هيك؟ بس بلون شكراً لألكم. أنا بسمع النقد البناء، أما دول الناس اللي بيحكوا أي كلام وبيعبوا السوشيال ميديا بكلام بيشبهن لألهم بس ما بيعنوني. بعض بيقول إنه سوزان نجم الدين بتفتعل إنها تختار إطلالات مثيرة للجدل كرمال تصير هي حديث المتابعين. معناتها كل الفنانات بيعملوا هيدا الشيء، ما بعرف. هلا أنا بالنسبة لألي بختار الشيء اللي بالبقلي، أما مثير للجدل أبداً، بيصير الجدل لحاله. يعني لما بلبس مستر بيصير الجدل، بلبس شوي عريان بيصير الجدل، بلبس موضة قديمة بيصير الجدل، بلبس موضة جديدة بيصير الجدل. بدك تسأل الناس ليش بيصير الجدل، أما أنا بلبس الشيء اللي أنا بشوفه حلو واللي بيلبق لسوزان. معروفة بتصريحاتك الجريئة ودايما قدام الكاميرا بتقولي التصريحات مثل ما هي. مؤخرا أنت تعرضتي لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاتك اتجاه اللاجئين السوريين بلبنان، وأيضا رجعت العنصرية تواجدت بقضية الفنانة نانسي عجم. أنت كنجمة موجودة بالساحة الفنية، شو موقفك من هالموضوع؟ أنا ضد العنصرية، وبكل محل بالعالم في ناس كويسين وفي ناس لا، في مجرمين وفي ناس صالحين. بس هو فعلا بالبداية كان كتير يتسلط الضوء على اللص السوري، السارق السوري، الكذا، وهذا كان مسيء جدا للسوريين، ولو انحكى العكس للبنانيين كمان رح يتضايقوا اللبنانيين. أنا ضد هيدا الشيء، إنه أنتم ما تسلطوا الضوء على السوري، ما كانت حلوة أبدا من بعض الصحافة. أما اللي صار أنا ما بعرف شو صار، متعاطفة مع كل الجهات لأنه نحنا ما دخلنا، نحنا ناس عم نشوف من برا، بس الأسرار البيوت كلها من جوا. تعاطفت مع نانسي واللي صار معها كان كتير صعب، وتعاطفت مع أولاد الشاب اللي مات كمان كتير صعب إنه يفقدوا بيهم. أما الشيء اللي صار نتركه للقضاء، نحنا ما لنا علاقة فيه. عشتي حالة الطلاق من قبل؟ والبعض بيقول انه الطلاق بحلي، يعني عم نشوف وتحديدا الفنانة أصالة من جديد لما اعلنت طلاقها من المخرج طارق العريان، العالم عم بيقول انه عن جد الطلاق بحلي، شو رأيك؟ هو يمكن الطلاق بحلي، مش بقصد بحلي، طلاق بخلي الست تهتم بحالها أكثر لحتى تحلى بعين طليقة أكثر يمكن، ويمكن لحتى هي تعود هيدا النقص جواتها، لأنه الطلاق أكيد هو شيء نقص منك، شيء راح منك،
انسلخ عنك، فمنه شيء سهل. يمكن الست بتحب تعود هيدا الشيء بانها تهتم بحالها اكثر. سوزان، نحن اليوم بفوتوشوت جمالي لا شك، رح نشوف اشياء جنون بهالفوتوشوب حسب معرفنا بالكواليس. لوين بيوصل جنون سوزان نجمي؟ للماكسيموم. انا ممكن اوصل للا حدود، ولكن مع الجنون المرسوم، الجنون المحسوب، عرفت؟ مثل الفوضى الخلاقة، يعني مش انه والله جنون وبس، يعني شيء ما بيشبهني، لا، شيء بيشبهني بس كتير غريب ولأول مرة بعمله. سوزان نجم الدين وعمليات التجميل، مؤخرا طلعت العديد من الشائعات اللي اشارت الى انه سوزان رح تخضع لعمليات تجميل، رح تشيل جزء من ضلعها، رح تعرض حنكة. خبريني شوي شو صحة الاخبار. شيل جزء من شو؟ من شو بدي شيل؟ شو صحة الاخبار؟ ولا شيء. من وين عم تسمعوا هالشيء؟ انا ما عم بسمع. لا، انا ضد عمليات التجميل لانه هي مش تجميل، عمليات تبشيع، هي مش تجميل ابدا للبعض يعني. بس انا مع الرتوش، يعني انا هلا وشي كتير بحاجه لرتوش، اللي سنه ما لقيته يا وشي، فهلا انا بعمله بدبي عاده. فانا مع الرتوش، ووقت اللي بحتاج انه اعمل عمليه بسيطه او شيء، ايه بحب، مو غلط بس بعد بكير، وانه بعرض هون، ايه بحب. ممكن نشوفك عم تعرضي حنك؟ ايه بحب هيدا. انا كنت احط فيلر هون بس هلا لي سنه ما عملتها، فرايحين، فهلا بدي ارجع اعملها مره ثانيه. دقات قلبها لسوزان وقرب فالنتاين. اخ، قلبي فيه 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 حب كثير كبير، فيه اولادي الاثنين، عيد ميلادهم بعيد الحب، حيان وحازم. رح يكونوا بامريكا، كيف بتحتفلوا عادة؟ على السكايب للاسف. نفتح ال نحط الجاتو وهني بينفخوا من هونيك وانا بطفيها معهم. خبير المكياج محمد حرب، اليوم انت مرافق النجمه سوزان نجم الدين بالفوتوشوت، خبرنا شو اعتمدت لها، وحسب ما عرفنا انتم معتمدين ثلاث اطلالات. مزبوط، اليوم اعتمدنا ثلاث اطلالات لسوزان نجم الدين. اول اطلاله كانت هيك كتير ناعمه وملائكيه، وطلعناها شوي شوي جنينا، فطبعنا هيك اللون الالكتريك بلو بتاني لوك، ورحنا على لوك فالنتاين نهينا فيه اللي كان فوكس سموكي ايز مع حمرة بتمثل هالعيد. كيف لقيت التعاون مع سوزان؟ ليك سوزان شخص كتير خفيف وهيك رقيق على القلب، سو ما فيك ما تحب التعامل معه وتطلع يعني اقصى جهودك بالفوتوشوت، سو ديفينتلي اتس ا بليجر اوف ماين. المصور اللبناني كفاح البلاني، خبرنا شوي عن اجواء التصوير مع سوزان. لما تكون عم بتصور مع ممثله الكاميرا بتحبها مثل سوزان، كثير بتكون الاجواء حلوه، يعني شو اوريدي نو شو بدها وشو بدها تعمل وكل هالقصص، سو كثير حلو الجو، ما منواجه اي مشاكل. شو المود اللي رح تعتمدوا بهالتصوير؟ عاملين شويه ستايلز هيك ما بيشبهوا شو هي عامله قبل، اذا بدك عاملين ريلوكينج. في لوك واحد منهم حيكون لفالنتاين والباقي جاست ستايلز هيك. من المفاجأة بكواليس جلسة التصوير كان الفيديو كول اللي أجرته سوزان مع بنتها سارة الموجودة بأمريكا، واللي صار لحوالي 4 سنين منا ملتقية بأمها بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع السوريين من دخول أمريكا. الجديد دخلت عبر هالاتصال وكان لنا لقاء لافت مع سارة. هاي سارة، كيفك؟ هاي الحمد لله، كيفك انت؟ اول شيء بدي اسالك قديه صعبه العيشه بعيد عن امك؟ طبعا صعبه كثير ومنشق لها كثير وكل يوم، بس احنا كثير فخورين شو عم تعملوا بشغله، ونحن كمان هون عم ندرس، فيعني عاملين وقتنا بشغلات مهمه. اذا رجعت التقيتي فيها، شو اول شغله بتطلبيها منها؟ ما رح اطلب شيء منها، بس رح ضلها وبوسها يمكن شان يومين. صبريني صبريني يا روحي انت، صبريني. ولا مره فكرت تصيري ممثله مثل امك؟ ولا مره اجاكي هالتفكير من انت وصغيره؟ طبعا، وانا من كنت صغيره كنت اكون ممثله، ولسه يعني ان شاء الله بالمستقبل حتى لو بيدرس طب بدي يمكن فوت بالتمثيل كمان. بتشجعي يا سوزان؟ بتشجعيها؟ طبعا مشجعه، لانها كثير موهوبه فوق ما تتخيل، وانا نقطه ببحره، نقطه صغيره ببحره عن جد.
مو لأنها بنتي بس عندها موهبة خارقة بالتمثيل وبالغناء وبالعزف. طب يلا دعمية نشوفكم بعمل سوا. يلا إن شاء الله بس هلأ سنة أولى هلأ فبس بس تزبط الفرصة ولاقي شيء مناسب لها لأنه عندها موهبة ما شاء الله إن شاء الله طب تطلع. هلأ بدي أسألك هيك سؤال بيناتنا. قرب فالنتاين وأنا عم بقنع أمك يا عمي خلي هالقلب يدق، عم بتقلي قلبي بدق بس لأولادي مش لحدا تاني، أنتم ما بتقنعوها إنها تتزوج عن جديد؟ ايه طبعا يعني هي يلي حابه تعملها نحن we're gonna support her whatever she wants to do يعني. حلو. لما انت اكيد بتتابعي السوشيال ميديا لما تتعرض امك لموجه من الانتقادات لاي عمل بتقوم فيه كيف هون شو بتقولي بينك وبين حالك؟ انا بعرف امي وبعرف هي شو بقلبها وبعرف انه قلبها منيح وطيب وهي ما قدرت تعمل شيء منيح او تقول شيء منيح فانا دائما يعني بفهم فخورة بأمي إنه هي هيك إنه هي يعني بحياتها ما رح تعمل شيء ويكون عندها مثلاً bad intentions فأنا بعرف أمي وبعرف الناس تانيين اللي مناح حشوفوا المنيح واللي مو منيح مو مناح حشوفوا المو منيح فهذا الشيء يعني لازم دائماً تفكر فيه. برافو عليك. هلا أنت وإخواتك مين أكتر حدا مقرب من أمك؟ نحن كلنا قريبين عنا يعني كلنا منحبها كثير وكلنا اه بعرف كلنا قريبين عنها. بس انت قد ايه بتشبهيها على فكره؟ حدا قال لك هالشيء قبل؟ اه عن جد؟ ايه ايه يعني وكنت صغيره كانوا يسموني سوزان الصغيره دائما. الله يخلي لك اياها وتشوفي كمان سوزان تشوفي بنتك نجمه وتحقق كل احلامها وايضا يعني قد ايه انت كمان بتفتخري انه يكون عندك ام مثل سوزان يعني انا بعرفها على المستوى الشخصي قد ايه هي شخص قلبه طيب. الله يخلي لك اياها وان شاء الله بتلتقوا فيها قريبا تيجوا بتزورونا بلبنان او باي بلد وترجع تضميها مش يوم كمان ايام وسنين. شكرا كثير I love you mom I love you I'm proud of you حبيبي ديري بالك على حالك بنرجع بنحكي بالليل على رواق بدون كاميرات. I love you mom. Bye حبيبي. Bye Sarah. Bye.